4500 جنيه لكل مواطن، المفاجأة من بنك مصر لما تشتري الشهادة دي. لو اعتبرنا ان انت بتمتلك 500,000 جنيه وهتشتري بيهم الشهادة دي، فايه العائد اللي يعود عليك؟ لو اشتريت شهادة القمة من بنك مصر ب500,000 جنيه، ده هيوفر لك فايدة 11% على مبلغ الشهادة، أي 55,000 جنيه سنويا، وبقسمتهم على 12 شهر، لما تقسمهم على 12 شهر هتكون القيمة 4,583 جنيه شهريا، يعني مبلغ كويس. 4,583 جنيه في الشهر. معلومات عن شهادة القمة دي، مدتها 3 سنوات، الفايدة سنويا، وتقاسم قيمتها على مدار العام بشكل شهري طبقا للقواعد المعلنة من البنك، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها. كل ما يجب عليك هو الذهاب لأقرب فرع من بنك مصر، وتحضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان دخل، بالإضافة إلى المبلغ التي تود شراء الشهادة به، يعني المبلغ اللي انت تحب ان انت تشتري بيه الشهادة. وفي النهاية بشكركم لحسن المتابعة، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.